مرحبا، أنا أحمد عبد الله من جنوب لبنان، عمري 34 سنة، بشتغل بمطعم وبرسم على الكابوتشينو والنسكافيه، وهلا جديد صرت ارسم على الصحن بالشوكولا، شخصيات وفنانين وسياسيين، وهلا راح ارسم اليسا وان شاء الله تعجبكم. انا كمان بمجال الرسم يعني بتحتاج بالمطاعم لكتير اشياء، انه بتقدر تطلع اشياء فيها ديزاين، يعني مثل برسم على البطيخ، برسم على الفواكه، بعمل اشكال. امي بحب انه هيدا الفن اللي عم بعمله انه هيك يضوى عليه اكتر واخد حقي فيه، انه مثل انه انا ابتكرت هيدا الفن، انه يكون انه عملت شيء لإلي بحياتي. هيدا الرسمة اللي كنت عم برسمها، اللي بدي ارسمها لسه، وخلصت وان شاء الله تكون عجبتكم.